حضر فيه اللي مش بيظهروا في أي مناسبة. عزا والد مي كساب كان مليان فنانين مش بيتجمعوا حتى في أي مهرجان، فنانين زمن قديم وزمن جديد، خلطة كده بين الاتنين، وبين مشاعر الحزن والهزار خلطة برضو بين الموجودين. يا ترى مين حضر؟ وإيه المفاجأة اللي حصلت في نص العزا؟ وليه محمد سامي ومحمد رمضان وزينة ما حضروش؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده. بتعيش الفنانة مي كساب فترة صعبة الأيام دي، وده من بداية دخول والدها المستشفى، وكانت بتطلب من كل المتابعين إنهم يدعوا له لحد ما توفى للأسف، وكانت الجنازة بتاعته ما فيهاش فنانين كتير، يعني هشام ماجد وسليمان عيد أبرز اللي حضروا، والناس توقعت إن ممكن يحصل كده في العزا برضه، لأن معظم التعليقات كانت بتبقى إن الفنانين مش فاضيين وفي الساحل، والجو حر فمحدش هينزل يعني. بس بصراحة العزا حضروا ناس كتير جدا وفي مختلف الأجيال من جيل الثمانينات لحد جيل الفنانين الموجودين دلوقتي. بس من بداية العزا ومن ساعة حضور مي كساب هي وأوكا والشباب اللي معاه في الفرقة ولقاء سويدان أول واحدة موجودة وآخر حد مشي مع مي كساب بعد نهاية العزا. الغريب مش في كده وبس، فنانين كتير جم زي شيماء سيف وأحمد رزق ودينا فؤاد وغيرهم من نفس الجيل، واللي مش بيكون متواجد في أي حدث فني ولا حتى تكريم ليه. الفنان أحمد أمين كمان كان من الحاضرين في العزا، وده ظهور قليل جدا في أي مناسبة سواء تكريم أو فرح أو أي حاجة، ولسه بيسلموا على اللي جم. لقينا النجمة ميرفت أمين بتحضر العزا، واللي من ساعة آخر عزا حضرته للمخرج علي عبد الخالق، والناس اتكلموا بطريقة مش حلوة على صورتها وهي من غير مكياج، بعدت على الميديا من ساعتها، لكنها ظهرت امبارح في العزا وفضلت موجودة فترة طويلة. اللي كان متوقع انهم يجوا ابطال جعفر العمدة واللي معظمهم حضر، لكن غياب زينة كان مش مفهوم. او معروف ان في خلافات بين زينة وكل فريق عمل جعفر العمدة، بس هي قالت الا مي كساب هي صاحبتي وبحبها ومفيش بيني وبينها اي خلاف، عشان كده الناس استغربت عدم حضورها. واستغربوا كمان ان محمد سامي ما حضرش، لانه بصراحه بيحضر عزاءات كتير سواء لناس اشتغل معاهم او لا. والسبب ان سامي ما حضرش انه مسافر الفتره دي هو ومي برا مصر، اما ان رمضان ما جاش العزاء وخصوصا انهم كانوا شغالين مع بعض في نفس السنه، وناس كتير توقعوا انه يحضر الجنازه او العزاء، بس هو ما حضرش ومفيش سبب معين يوضح هو ما جاش ليه، هل هو مسافر او لانه مش بيحضر عزاءات كتير محدش يعرف حاجه. واللي كان واكل الجو امبارح بوجوده عم صلاح عبد الله، اللي كان موجود جنب مي وكل الفنانين واقفين معاه وكانوا بيحضنوه جامد، وفي اللي كانوا عمالين يهزروا ويضحكوا معاه زي الفنانه ميسره اللي شكلها اتغير تماما، وطول العزا كانت واقفه مع عم صلاح عبد الله عماله تتكلم وتهزر معاه، وناس كتير علقوا على ده، والاغلب كان بيقول انها المفروض تحترم هيبه العزا وما يبقاش كله ضحك وهزار كده. وزي ما هشام ماجد حضر الجنازه، شيكو حضر العزا وميرنا ميل وسامي مغاوري واحمد فتحي، يعني معظم نجوم مسلسل اللعبه. وبصراحه العزا كان مليان فنانين كتير، بس الاكتر مواقفهم ووجودهم في المكان نفسه، وده اللي خلى مي كساب تنزل بوست عندها على انستجرام بتشكر فيه كل الناس اللي حضروا واللي دعوا لها من بدايه ازمه مرض والدها لحد وفاته، وطلبت من كل الناس متابعين واصحاب انهم يدعوا ليها انها تعرف تتخطى مرحله الحزن دي، لانها لحد دلوقتي مش مستوعبه.